بسم الله الرحمن الرحيم لغة فرنسية ومع هذا الخبر من على صفحة موقع أورنيوز إيطالي إسبان فرانس لغوب باتاي كونتر لا بانديمي إيطالي إسبان فرانس لغوب باتاي كونتر لا بانديمي إيطاليا إسبانيا وفرنسا لغوب باتاي كونتر لا بانديمي إذن أوروبا في معركة ضد الوباء sur les 10 nations les plus infectées au monde sur les 10 nations les plus infectées au monde على عشرة دول أو أوطان اللي بليز انفكتي أو موند الأكثر إصابة في العالم بالوباء المقصود من عشرة دول الأكثر إصابة في العالم 700 أوروبيين إذن سبعة هم أوروبيين من عشرة أوطان الأكثر إصابة في العالم بالفيروس طبعا 700 أوروبيين إذن سبعة هي أوروبية ألا كون إيطالي في حين أنه في إيطاليا لا باتاي كونتر لو كوفيد 19 المعركه ضد مرض كوفيد 19 سامبل اون فا بورتي سي فروي يبدو بان في النهايه تحميل النتيجه عندنا هنا ان تحميل كما نقول الفواكه لي فروي المقصود بالفواكه المقصود هنا بان تحميل الغله او تحميل النتيجه لو نومبر دو نوفو ديسي كونتينيو دوغمونتي اون فرانس اي او رويوم اني اذا لو نومبر دو نوفو ديسي إذن عدد المتوفين الجدد كونتيني نتكلم على الظاهر كونتيني إذن نتكلم عن فعل استمر أكمل إذن نتكلم عن هذا العدد أنه مستمر لو نومبر دو نوفو ديسي إذن نتكلم عن عدد المتوفين الجدد كونتيني يعني أنه مستمر دوغمونتي في الصعود أون فرانس مستمر في الصعود في فرنسا et au Royaume-Uni, plus de 13 000 victimes et en plein effort l'espoir d'avoir atteint le pic. En Italie, pays au monde qui paye le plus lourd tribut, la pandémie de Covid-19 a connu mercredi sa plus faible mortalité en une semaine. Plus de 13 000 victimes et en plein effort. Et d'un acte de 13 000 d'ahia et en plein effort. Wafi, comme on l'appelle, majhoud amer. Wafi majhoud amer. المقصود هنا وفي أقصى الجهود إذن رغم الجهود الكبيرة وأقصى الجهود هناك 13,000 ضحية l'espoir d'avoir atteint le pic l'espoir d'avoir atteint le pic إذن طبعا le pic المقصود به هو القمة l'espoir d'avoir atteint le pic إذن نتكلم عن le pic المقصود به هو القمة هنا l'espoir الأمل d'avoir أن يكون لنا التلوبيك الوصول للقمة المقصود التغلب على هاد الوباء l'espoir d'avoir atteint le pic إذا نتكلم عن الأمل في الوصول للقمة في الانتصار على الوباء en Italie بإيطاليا pays au monde qui paye le plus lourd tribut en Italie pays au monde qui paye le plus lourd tribut بإيطاليا البلد الأكثر pays au monde البلد في العالم يعني كما نقول البلد الوحيد في العالم كي باي الذي يؤدي لو بلو لوغ تخيبي الذي يؤدي كما نقول سعرا ثقيلا تخيبي تعني غودوفونس كونتخيبيسيون غودوفونس المقصود به القسط ذلك القسط او الدين الذي يجب تسديده في مده معينه اذا يسمى غودوفونس او كونتخيبيسيون وبيان كونتريبيسيون المقصود به مساهمة أيضا تعني دوماج وبيان ساكريفيس تعني دوماج تعني خسارة دوماج يعني خسارة ساكريفيس تضحية إذا كما نقول بأن إيطاليا البلد في العالم كما نقول الوحيد الذي يؤدي أغلى تضحية أغلى خسارة أو أغلى قسط كما نقول بيوموند كي بي لو بلي لوغ تخيبي لا بانديمي اذا نتكلم عن الوباء دو كوفيد 19 اكوني يعني انه عرف عندنا لو فيرب كونيتخنا لا بانديمي دو كوفيد 19 اكوني ميركودي سا بلو فابل مورتاليتي اون اون سومين مرض كوفيد 19 اكوني يعني انه عرف ميركودي عرف يوم الاربعاء سا بلو فابل مورتاليتي انه عرف اضعف يعني انه عرف اقل اضعف ماذا مورتاليتي لا مورتاليتي المقصود به عدد الوفيات اون سومين يعني في اسبوع اذا على طول هذا الاسبوع
يوم الأربعاء سجل أقل عدد من الوفيات. Mais pas question pour le gouvernement d'évoquer la fin du confinement. Dès que les données seront plus claires et quand le conseil d'experts nous autorisera à le faire, nous planifierons un assouplissement des mesures. Je ne peux pas vous dire cependant que cela aura lieu le 14 avril, car nous ne sommes pas en condition de le savoir. Mais pas question pour autant d'envisager la fin du confinement. Mais pas question, pour autant d'envisager. Pour autant, المقصود بها cependant يعني مع ذلك. Pour autant, المقصود بها cependant يعني مع ذلك. Mais pas question pour autant d'envisager la fin du confinement. ولكن ليس موضوعا مع ذلك من الكشف la fin du confinement نهاية الحجر الصحي. كما نقول لا مجال للسؤال حول متى نهاية الحجر الصحي. كما نقول هنا لا مجال للسؤال حول متى نهاية الحجر الصحي. Mais pas question pour autant d'envisager la fin du confinement. A rappelé le président du conseil. يعني أنه ذكر رئيس المجلس. A rappelé le président du conseil. ذكر رئيس المجلس. Dès que les données seront plus claires. بمجرد. Dès que. بمجرد. Les données seront plus claires. المعطيات تكون أكثر وضوحا. بمجرد أن تكون البيانات أكثر وضوحا. ملي غنتوصلوا لواحد المعطيات جديدة يعني أنها واضحة بأن الأمر لم تعد فيه خطورة. Dès que les données seront plus claires. Et quand le conseil d'expert وعندما مجلس الخبراء nous autorisa à le faire. Nous autorisa يعني أنه يرخص لنا. نتكلم على الفيرب autorisé ومنها l'autorisation يعني الترخيص. عندما سيرخص لنا à le faire لفعله. عندما يرخص لنا بأن نحد من الحجر الصحي. Nous planifierons تنقولوا حنا غنبلانيو. Nous planifierons يعني أننا سنخطط à un assouplissement إلى تخفيف. عندما نقول عن شيء بأنه سوبل يعني أنه لين ويمكن أن تمدده في يدك كالعجين مثلا يمكن أن تغير شكله يمكن أن تمدده أو تضغطه إذا نقول عن هذا الشيء بأنه سوبل إذا هنا نتكلم عن أسوبلسمة نتكلم عن ليونة نبلانيفيرون أن أسوبلسمة يعني أننا نخطط لتخفيف لتخفيف ماذا؟ بميزور إذا نتكلم عن إجراءات إذا هذه الإجراءات الآن كأنها صلبة وكأنها قاسية ولكن عندما يرخص لنا مجلس الخبراء بأن الأمر لم تعد فيه خطورة إذا هذه الإجراءات سنلين منها إذا نبلانيفيرون أن أسوبليسمون دي ميزور جو نو بو با أنا لا يمكنني عندنا لو بوفوار جو نو بو با فو دير ما عندناش هنا جو نو بو با فو دير أنا لا أريد أن أقول لكم عندنا جوج أفعال هنا تتشابو لو فيرب بوفوار اللي هو اللي عندنا هنا اللي هو فعل استطاع او قدر على شيء لو فيرب بوفوار وعندنا في حالات اخرى لو فيرب فولوار تنقولو جو فو يعني انا اريد هذا فعل اراده اذا جو نو بو با فو دير انا لا استطيع ان اقول لكم سوبوندون مع ذلك كو سولا اوغا ليو لو 14 افريل بان هذا سيكون لو ما كان المقصود بانه سيكون Le 14 avril, يعني يوم 14 avril. Car nous ne sommes pas en condition de le savoir. لأننا لسنا في حالة معرفته. نحن لا نستطيع الآن أن نعرف متى سينتهي هذا الوباء. A déclaré Giuseppe Conte. يعني أعلن السيد Giuseppe Conte. L'Espagne est le deuxième pays européen le plus meurtrier avec plus de 9000 décès. Les cérémonies funéraires sont interdites. Dans les hôpitaux, les unités de soins intensifs sont pleines. L'Espagne est le deuxième pays européen le plus meurtrier avec plus de 9000 décès. L'Espagne est le deuxième pays européen le plus meurtrier. Nous parlons de meurtrier. C'est un fait meurtrier. Fait meurtrier. Meurtrier, je veux dire, un maca. تجرح أنك تتلف مثلا فاكهة إلى آخره إذا هنا عندنا الإسبان إي لو دوزيام باي أوروبيان لو بلو مورتخي إذا إسبانيا هي البلد الثاني الأوروبي الأكثر إصابة أفيك بلوس
de 9000 décès. مع أكثر من 9000 وفاة. Les cérémonies funéraires sont interdites. إذا نتكلم عن les cérémonies المقصود بها الطقوس. هنا نتكلم عن طقوس الوفاة. Les cérémonies funéraires. Funéraire أنها مرتبطة ب les funérailles. المأتم. Cérémonie qui marque l'enterrement d'une personne. إذا نتكلم عن طقوس. Cérémonie, طقوس qui marque التي تتبع l'enterrement. L'enterrement يعني دفن. D'une personne. دفن شخص. إذا نتكلم هنا على سيريموني فينيرير. سون انتيرديت. إذا هاد طقوس الدفن أنها ممنوعة. إي لو نومبر دو بيرسون ليميتي أ 3 لور دي زوبسيك. وعدد الأشخاص أنه محدود في ثلاثة أوبسيك المقصود به فينيراي. يعني جنازة. أوبسيك المقصود به الجنازة. بمعنى آخر فينيراي. لي سيريموني فينيرير سون انتيرديت. إي لو نومبر دو بيرسون ليميتي أ 3 لور des obsèques. L'inquiétude, القلق, est grande, au kabir, dans les hôpitaux, في المستشفيات. Ou les unités de soins, حيث وحدات العناية, نتكلم على الوضع الصحي, يعني أنك تعتني بشخص وتقوم بتطبيبه. إذن, et les unités de soins, إذن وحدات العناية, intensif, المركزة, sont pleines, يعني أنها ممتلئة. Les cérémonies funéraires sont interdites, et le nombre de personnes limitées à 3 lors des obsèques. مراسم الجنازة أنها ممنوعة. ثم الأشخاص الذين سيتكلفون بدفن الشخص أنهم محدودون في 3 أشخاص. L'inquiétude est grande. القلق كبير dans les hôpitaux في المستشفيات où les unités de soins intensifs sont pleines. حيث وحدات العناية المركزة أنها ممتلئة. Et l'effort se poursuit. Des échantillons sont prélevés par ces infirmières et envoyés à des experts pour analyse. Sur le plan scientifique, à la mustawa al-ilmi, l'effort se poursuit. طبعاً عندنا الجهد. الجهد se poursuit. يعني أنه يتتابع. إذا المقصود بأن الجهود تتضافر. Des échantillons. إذا نتكلم عن عينات. Été prélevés. يعني أنها. يعني كما نقول بأن اقتطعت. المقصود أن أخذت cette semaine, هذا الأسبوع. Par des infirmières. يعني من قبل ممرضين. Est envoyé ou en a ursilet, n'est-ce le verbe envoyé à une équipe d'experts. Et là, Farek Khobara, qui mène une série d'études, elle le dit à Koud Silsila, Mina Abdirassat, pour le compte du ministère de la Santé. Le Hiseb Wizarat Asseha, pour le compte du ministère de la Santé, le Hiseb Wizarat Asseha. En pleine troisième semaine de confinement, la France a enregistré son pire bilan mercredi. 509 morts rien que dans les hôpitaux. Un déconfinement, طبعاً confinement مقصود به هو العزل. نتكلم عن هذا الحجر الذي يحدث الآن. إذا يسمى confinement. Un déconfinement, يعني عدم الحجر. إذا نتكلم عن عدم الحجر. Un déconfinement par tranche d'âge ou par région. إذا نتكلم عن عدم الحجر. حسب الفئات العمرية أو حسب المناطق. En plein troisième semaine de confinement. نتكلم عن الأسبوع الثالث. En plein confinement. كما نقول في أقصى عزل. نتكلم عن الأسبوع الثالث في أقصى عزل. إذن en plein troisième semaine de confinement. La France a enregistré son pire bilan mercredi. إذن على عكس إيطاليا. La France a enregistré يعني أن فرنسا سجلت son pire bilan, يعني حصيلتها السيئة, mercredi, يوم الأربعاء. La France a enregistré son pire bilan, mercredi, يعني أن فرنسا سجلت حصيلتها السوداء, كما نقول الأكثر سوادا, mercredi, يوم الأربعاء. 509 morts, 509 morts, 509 قتلى, rien que dans les hôpitaux, لا غير إلا في المستشفيات. المقصود بأن هذه الموتى أنهم توفوا في المستشفيات. غياك دون لي زوبيتو. لا غير إلا في المستشفيات. لي ترونسفير دو باسيون. إذا نتكلم عن نقل المرضى. لي ترونسفير دو باسيون سو بورسويف. ميركودي دو بولي ريجيون. لي بلي توشي. كوم سيل دو غران إست. لي ترونسفير دو باسيون سو بورسويف. إذا نتكلم عن نقل المرضى أنها تتتابع. ميركودي يوم الأربعاء. دو بولي ريجيون. من المناطق. Les plus touchés, l'acteur et sa bâton, comme celle du Grand Est. Quelle est-il, Mina, à Charles Kabir?
كالتي حدثت في منطقة الشرق الكبير من فرنسا. Le retour à la normale ne se fera que progressivement, a averti le Premier ministre. Le retour à la normale ne se fera que progressivement. Le retour à la normale, إذا العودة إلى العادة, المقصود أن يعود الناس إلى عادتهم. Le retour à la normale, إذا العودة إلى العادة, ne se fera que progressivement. يعني أنها لن تكون إلا تدريجيا. A averti, يعني أنه كما نقول أنذر, المقصود أنه قال Le premier ministre, الوزير الأول, Edouard Philippe, qu'il a estimé, الذي قدرها, qu'il était probable que le déconfinement ne se fasse pas en une fois, qu'il a estimé, الذي قدر, نتكلم على الوزير estimé, يعني أنك تقدر شيئا, تقدر ثمانا, أو تقدر حدثا أو عملية إلى آخره, إذا نتكلم على الوزير estimé, qu'il a estimé, الذي قدر كما نقول, qu'il était probable, بأنه من المحتمل que le déconfinement, الحد من الحظر الصحي, ne se fasse pas. لا يمكن أن يحدث. عندنا الرفاق. Ne se fasse pas. يعني أنه لا يحدث. En une fois. لا يمكن أن يحدث مرة واحدة ودفعة واحدة. Partout في كل مكان. Et pour tout le monde. ولكل الناس. المقصود هنا بأن هاد الحد من الحظر بأنه سيكون تدريجي وبأنه ربما سيكون كما رأينا في السؤال يمكن أن يكون حسب الفئات العمرية وحسب المناطق. Le retour à la normale ne se fera que progressivement, a averti le Premier ministre Edouard Philippe, qui a estimé qu'il était probable que le déconfinement ne se fasse pas en une fois, partout et pour tout le monde, mais peut-être par tranche d'âge ou par région. Comme son homologue italien, il admet. هذا الوزير الأول طبعا تماما كما فعل الوزير الإيطالي الأدمي هو قابلة عندنا رضاً أدمتر يعني أنك تقبل شيئا الأدمي هو يقبل كل دي كونفينمون بأن الحد من الحجر الصحي يعني أنه سيتبع دليما دون نونو ديسبوزون با انتياما أجوردوي لو دي كونفينمون الحد من الحجر الصحي يعني أنه سيتبع دليما سيتبع للعناصر ربما في المستقبل تظهر عناصر جديدة تظهر معطيات جديدة بون نو ديسبوزون با اونتيام اوجوردي التي ليست لنا الآن كليا التي ليست لنا اليوم كليا ربما هناك معطيات جديدة في المستقبل ستظهر والتي لا نتوفر عليها اليوم أو لم تحدث بعد. Nous avons demandé à plusieurs équipes de travailler sur cette question du déconfinement en étudiant l'opportunité, la faisabilité d'un déconfinement qui serait régionalisé ou d'un déconfinement qui serait sujet à une politique de test, et si oui laquelle, ou un déconfinement qui serait en fonction, qui sait, de classe d'âge. Alors que la Royal Air Force teste ses nouvelles capsules destinées au transport de patients, le Royaume-Uni annonce lui plus de 500 morts du jamais vu en un jour dans le pays, pour un total de plus de 2000 victimes. Alors que la Royal Air Force, في حين أن القوات الملكية الجوية تستي, يعني أن جربت لنوفل كابسول, يعني أنها جربت كبسولات جديدة, هرميتيك المقصود بها, سودي دون فيرميتور بارفيت, إذا نتكلم عن إغلاق محكم, impénétrable, difficile à comprendre. طبعا في حالات اخرى يمكن ان يعني بانه من الصعب فهمه. نتحدث عن حادث او عن واقعه من الصعب فهمها. اذا نقول عنها هرميتيك. الذي يهمنا هنا ان هرميتيك تعني محكم الاغلاق. اذا نتكلم عن كبسولات محكمه الاغلاق. إذن alors que la Royal Air Force teste les nouvelles capsules hermétiques, في حين أن القوات الجوية الملكية teste les nouvelles capsules hermétiques, يعني أنها جربت les nouvelles capsules hermétiques, جربت الكبسولات الجديدة المحكمة الإغلاق التي تسمى epichutel, destinée au transport de patients, الموجهة لنقل المرضى. المملكة المتحدة أنسلوي يعني أنها أعلنت هي أنسلوي
plus de 500 morts. يعني أن أعلنت هي أكثر من 500 وفاة. دو جامي في. يعني أن لم ترى قبلها. دو جامي في التي لم ترى قبلها en un jour dans le pays. في يوم واحد بالبلد. Pour un total de plus de 2000 victimes. Il est أكثر من 1000 ضحية. Un centre de test réservé au personnel soignant en première ligne a vu le jour sur le parking de Wembley. Un centre de test réservé au personnel soignant en première ligne a vu le jour sur le parking d'un IKEA dans le quartier de Wembley. Un centre de test est un réservé au personnel soignant réservé au personnel soignant مخصص لمدة في الرعاية au personnel soignant. إذا نتكلم عن مستخدمي العناية كما نقول إذا نتكلم عن موظفي العناية en première ligne يعني في الخط الأول a vu le jour يعني أنه تم إنشاؤه كما نقول هنا بأنه رأى اليوم يعني أنه رأى النور كما نقول هنا بأنه رأى اليوم a vu le jour نتكلم على verbe voir يعني رأى a vu le jour يعني أنه رأى النهار المقصود بأنه رأى الضوء بمعنى آخر أنه أنشئ المقصود أنه أنشئ sur le parking d'un IKEA يعني أنه أنشئ sur le parking في مكان وقف السيارات d'un IKEA لشركة IKEA dans le quartier de Wembley في حي Wembley à Londres بمدينة لندن. Sur les 10 nations les plus infectées au monde, 7 sont européennes. Le gouvernement britannique إذا نتكلم عن الحكومة البريطانية critiquée التي انتقدت pour avoir tardé لأن تأخرت à prendre la mesure de la pandémie لأن تأخرت في أخذ إجراءات الجائحة précise يعني أن هذه الحكومة التي انتقدت لتأخرها précise يعني أنها توضح que d'autres installations بأن إنشاءات أخرى précise que d'autres installations le verbe préciser précise que d'autres installations توضح بأن هناك إنشاءات أخرى أو منشآت أخرى similaire مماثلة similaire مماثلة sont en cours يعني أنها جارية sont en cours يعني أنها جارية بمونتاج في التركيب إذا نتكلم عن منشآت أخرى مماثلة لهد المنشأة نتكلم عن un centre de test réservé au personnel soignant نتكلم عن مركز اختبار مخصص لموظفي الرعاية الأولية إذا توضح الحكومة بأن هناك مراكز أخرى تجري إنشاءاتها حاليا إذا نكتفي بهذا القدر حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.